برج الدلو بقول لهم بطلوا زن، بطلوا ان كنتوا كل حاجه كن فيكون، بطلوا تبطلوا اللي حواليكوا عشان كده انتوا مش هتاخدوا القرار السليم اللي انتوا مستنينه. يعني الزن ما بيجيبش فايده، بالعكس. برج الحوت بقول لهم انتوا عندكوا سفر، عندكوا جواز السنه دي وعندكوا سفر، حاولوا ترتبوا افكاركم، شوفوا ايه سفر قبل ايه. مؤقت ولا سفر على طول؟ لا سفر مؤقت بس عندهم اكتر من سفر السنه دي بره الدوله اللي هم عايشين فيها. اوكي، عندهم ماديات هتجيلهم حلوه. اوكي، عندهم جوازه هتحصل لهم السنه دي. يعني ماديات وجواز وسفر، بس هم اللي مش مرتبين، بس هم اللي مش مرتبين اوراقهم. ايوه، خلينا زي ما كنا بنقول الفتره الحلقات اللي فاتت، لما بنكون دلوقتي احنا قايمين من النوم عايزين نعمل حاجتين، نشوف ايه اللي هينفع نعمله الاهم في المهم، ايه اللي هينفع يتعمل نعمله. نرتب يعني افكارنا الاول ولا نسافر الاول ولا الفلوس الاول؟ الحاجه اللي هتمشي او الحاجه اللي هتيجي الاول وتنفع تتعمل اعملها. اوكي، ما اجلهاش يعني. لان هم عايزين كل حاجه يعني عمالين يفكروا في 50,000 حاجه، فهم اللي تايهين عمالين يلفوا حوالين نفسهم. والله ابدا. اوكي. هو ما بتفكرش في حاجه اصلا. بس فبقول لهم ياخدوا حذرهم او يعني يفكروا صح، يرتبوا اوراق. حلو قوي.